مشاهدينا، كلنا يذكر قناص رابعة الذي قتل الأسبوع الماضي على يد شرطة الانقلاب. ما زالت تتوالى تبعات ذلك، حيث داهمت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم عددا من منازل الأفراد الذين كانت لهم علاقة ولو عابرة بقناص رابعة العدوية الذي قتل على أيدي الشرطة أواخر الأسبوع الماضي، حيث أواخر الأسبوع قبل الماضي عفوا، حيث قال أحد شهود العيان أن قوات الجيش والشرطة اعتقلت الدكتور محمد أبو بكر طبيب الأسنان وشخص آخر من أبناء قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطة غرب بني سويف لكونهما على علاقة عابرة بالقتيل. وتمت مداهمة منزل أحد الشيوخ المعوقين إضافة عدة مرات طبعا للقبض عليه، غير أنه لم يكن متواجدا فتم اعتقال نجله، لافتا إلى أن هؤلاء المعتقلين ليس لهم أي انتماءات سياسية سوى أنهم كانوا على علاقة عابرة مع القتيل. القتيل طبعا قناص رابعة قتل هو وشقيقته عندما اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهما وحاولا على ما يبدو الفرار. معنا عبر الهاتف من بني سويف مشاهدينا أحد أقارب قناص رابعة وهو عثمان حميدة. أرحب بك عثمان. بداية، لماذا قتل حمدي حسين كمال وهو قناص رابعة؟ فندم تفضل عثمان. سألتك لماذا قتل حمدي؟ يا فندم، ده شاب من القرية على علاقة كويسة جدا بأهل القرية. نعم. فهو كان بيقعد معانا في البلد وبيقولنا ان هو قنص ناس معتصمين سلميين في رابعة العدوية، وان هو زعلان وندمان جدا ان هو قنص الناس دي، وقال لنا بالحرف الواحد ان هو قنص 8. وقالوا له ان ما قنصتش الناس وموتها هنموتك وهنقتلك ومحدش هيعرف عنك اي معلومات. وده فندم الناس خدت خبر بالمخابرات بانه كل اللي قناص رابعه معاهم ناس مخابرات بيعرفوهم، قالوا وعملوا والكلام ده كله. نعم. الولد ده يا فندم في البلد بيصطاد حمام وكده يعني، ويمام، فهو بيعرف يمش كويس يعني، متعلم على نشان. نعم. كان يلقب في الداخليه بصائد اليمام، كان يلقب في الداخليه بصائد اليمام. حمدي اسمه يا فندم حمدي كمال حسين حامد، وتوفت في نفس اليوم شقيقته اسمها رضا، وشقيقته دي يا فندم توأم مولوده معاه في نفس اليوم اللي هو اتولد فيه. نعم. طيب، فده يا فندم اثر في الناس كتير جدا، لان ده حدث يوم 23/9 الماضي، شهر 9 الماضي. فده يا فندم حصل بعد عدة مداهمات للقرية، وتعدوا على ناس كتيرة جدا في القرية من ضمنهم شيخ معاق اسمه الشيخ شعبان إبراهيم. ده يا فندم عم القتيل والقتيلة وأخته التانية الشهيدة، ده عمهم أخو أبوهم. نعم. الشيخ شعبان ده يا فندم ملوش اي انتماءات سياسيه، وهو راجل عاجز وموظف، خدوا ابنه من البيت، ابنه ده يا فندم متجوز بقاله ايام معدوده، بقاله ايام معدوده متجوز اسمه عماد. نعم. خدوه من البيت واعتقلوه، وبيعتقلوا اي حد ملتحي واقف في الشارع. اعتقلوا امبارح يا فندم، امس اعتقلوا الاستاذ محمد لملوم وهو راجل محترم ويشهد له الجميع بانه محترم، واعتقلوا الاستاذ عبد الجواد صابر ابو الحسن، واعتقلوا الباشمهندس علاء صلاح، واعتقلوا والده معاه يا فندم، واعتقلوا الاستاذ عصام وهو مدرس اعدادي راجل محترم، واعتقلوا الاستاذ رضوان وهو احد ابناء القريه وراجل مدرس ويشهد له الجميع بالاحترام. نعم.
واعتقلوا الأستاذ سمير أو العسكري، وده راجل كويس ويشهد له الجميع بالاحترام، واعتقلوا الأستاذ عبد الجواد عبد الوالي، وده راجل مأذون القرية وراجل يشهد له الجميع بالاحترام. واعتقلوا الأستاذ محمد ويشهد له الجميع أيضا بالاحترام. فهم يا فندم يعتقلون من له انتماء سياسي أو ليس له انتماء سياسي، فهؤلاء يريدوا تدمير مصر، لا يريدوا إدارتها أو بناءها. يا فندم دول انقلابيين تدميريين. معاك يا فندم. نعم. طيب يعني عثمان، لماذا قتل حمدي؟ لماذا لم يعتقل؟ هل عندما أتى الأمن إلى منزله كان يهدف قتله، أم كان يريد اعتقاله فقط؟ لماذا قتل ولم يعتقل؟ يا فندم أنت سؤالك ده جميل جدا. أول حاجة، عندما قاموا باعتقاله كان حيا، ولكنهم تركوا خلفهم شقيقته مقتولة عندما حاولت الدفاع عن شقيقها، ولكن لم تتعدى عليهم، بل قالت لهم لماذا تأخذونه، لأنه أدى الخدمة العسكرية وكانوا يعطونه شهادة تقدير على ما قام له، على ما قام به في رابعة العدوية، وأعطوه مبلغ مالي مكافأة له. ولكن عندما اعترضت شقيقته التوأم قاموا بإطلاق النار عليها، وكانت تحمل طفلها الذي لم يتجاوز 8 أشهر، وهي بالمناسبة متزوجة في الأسكندرية وكانت تقضي يومين. وعندما حاولت منعهم قاموا بإطلاق النار عليها وقاموا بإطلاق النار على حمدي نفسه على قدمه، ولكن لم يصيبوه إلا في قدمه، وكانوا يأخذونه معافى وكان حيا وما زال على قيد الحياة، وكانت الإصابة في قدمه فقط. وعندما ذهبوا أهله إلى الاستلام، يعني بالذهاب بشقيقته إلى المستشفى العام في مركز سموستا، وجدوا أن حمدي هذا الذي اعتقلوه على قيد الحياة وجدوه جثة هامدة مهشم في الرأس ومصاب بطلق ناري في قلبه. وعندما قاموا باستخراج تصريح له للدفن، قال لهم مدير النيابة، إذا أردتم أن تأخذوا الجثتين فعليكم أن تمضوا على إقرار يفيد بأن المتوفيان أو المقتولان، إنجاز التعبير، قاموا بقتل بعضهم البعض أثناء مشاجرة أو إلى نحو ذلك، وكانوا يريدون تصفيته لا القبض عليه. وبالمناسبة يريد قتل عمه الشيخ شعبان، لا يريد اعتقاله، لأنه يحمل الكثير والكثير من الأسرار، وهم لا يريدون أن يعرف أحد عن هذه الأسرار شيء. نعم. ولذلك قاموا بإطلاق النار عليه. نعم. طيب سيد عثمان، يعني هذه الاعتقالات التي تجري في القرية لأهالي القرية، يعني لماذا يقوم الانقلابيون بهذه الاعتقالات وفي هذا الوقت بالذات بعد مقتل حمدي؟ يريد تكميم الأفواه، لا يريد لأحد أن يتحدث في هذا الشأن، يريد تكميم الأفواه حتى لا يفتضح أمرهم، وغير ذلك أنهم لا يريدوا أن يقوم المتظاهرون في مركز سوموستا وقراه المجاورة له بالمسيرات السلمية المناهضة لهذا الانقلاب الغاشم، ويريد كسر هذا الانقلاب وبناء عليه
والزراعات المجاورة للبلدة، وكانوا يبحثون عن الناس في الزراعات في المزارع التي تخصهم، وكانوا يطلقون النار في الهواء لإخافة أهالي البلدة، وكانوا يعتدون على الناس في الشوارع ويقوموا باعتقال الناس في هيئة عصابات. هم يا فندم يستقلون الميكروباص والعربي والملاكي، يعني ما بيجوش في عربيات شرطة ولا جيش، بيجوا في الملاكي في واضح النهار، بيقوموا باختطاف الناس من الشوارع. بيختطفوا الناس من الشوارع ومن عملهم، من مقر عملهم بيختطفوهم، وبيقوموا بالتعدي عليهم بالضرب. وقال لي أحد أفراد الشرطة من بلدتي وكان يرافق القوات بأنهم يعتدون على المعتقلين من كهرباء، واعتداء جسري وضرب وسحب وتجريد من الملابس وضربهم وإهانتهم وحلق اللحية، يقومون بحلق اللحية غصب عن الملتحي ويقومون بالاعتداء عليهم. طيب عثمان حميدة، أحد أقارب قناص رابع العدوية، كنت معي من بني سويف، أشكرك جزيلا على هذه المعلومات.